يعادل نسبة 52.35% من العدد الإجمالي للناجحين، بينما بلغت هذه النسبة في السنة الماضية 44.68% من العدد الإجمالي للناجحين. ويتوزع الناجحون المتمدرسون في الامتحان حسب التقديرات كما يلي: تقدير ممتاز، بلغ عدد الحائزين على تقدير ممتاز 7874 مقابل 4810 في السنة الماضية بزيادة بلغت 64%. بالنسبة لتقدير جيد جدا، بلغ عدد المتحصلين على التقدير 45554 مقابل 34782 في السنة الماضية بزيادة بلغت 31%. تقدير جيد كان في هذه السنة 79334 مقابل 68312 في السنة الماضية بزيادة بلغت 16%. تقدير قريب من الجيد، بلغ عدد هؤلاء 130326 مقابل 105123 في السنة الماضية بزيادة بلغت 24%. أما بخصوص معدل القبول في السنة الأولى ثانوي، ومعدل القبول هو يحسب بإضافة معدل التقويم المستمر إلى معدل شهادة التعليم المتوسط تقسيم 2، فالمعدل الوطني للقبول في السنة الأولى ثانوي قفز من 65.13% في السنة الماضية إلى 73.27% هذه السنة، مسجلا زيادة قدرها 8.14%. لذلك اسمحوا لي أن أتقدم لكل من ساهم في إنجاح الامتحانات المدرسية الوطنية بالشكر والعرفان، وعلى رأسهم كافة المؤثرين من بيداغوجيين وإداريين ومهنيين في قطاع التربية الوطنية الذين سهروا على ضمان أحسن الظروف المادية والبيداغوجية لسير امتحاني شهادة التعليم المتوسط وشهادة البكالوريا، حيث اجتاز أبناؤنا وبناتنا المترشحون للامتحانين في ظروف جيدة مع تسجيل تراجع غير مسبوق في عمليات الغش بفضل مجهودات أجهزة الدولة التي جندت كل طاقاتها لرفع التحدي للحفاظ على مصداقية ونزاهة الامتحانات المدرسية الوطنية وكفالة مبدأ تكافؤ الفرص للجميع. أيتها السيدات الفضليات، أيها السادة الأفاضل، إن الهدف من تنظيم هذه الندوة على مدار 3 أيام هو ضبط ملفات تتعلق بخلق السنة الدراسية 2023-2024 وتثبيت جاهزية القطاع للدخول المدرسي 24-25 من حيث التأطير والتنظيم التربوي والهياكل والتجهيزات والرقمنة وعمليات الدعم المدرسي، خاصة بعد الانتهاء من تنظيم الاختبارات الاستدراكية في المراحل التعليمية 3 وفق الترتيبات التنظيمية الخاصة بها، وتمكين الأولياء من تسجيل أبنائهم في السنة الأولى من مرحلة التعليم الابتدائي بشكل آلي عبر المنصة الرقمية لوزارة التربية، ومعالجة طلبات من قام منهم برفع تحفظات على طلبات تسجيل أبنائهم، وذلك تحذيرا للمعالجة الآلية لطلبات التسجيل من قبل النظام المعلوماتي للوزارة. كما تم إجراء يوم الأحد 23 والاثنين 24 جوان التقييمات التعويضية لامتحان تقييم مكتسبات مرحلة التعليم الابتدائي باعتبارها فرصة ثانية تمنح للمتخلفين عن هذا الامتحان الذي أجري أيام 12-13-14 مايو المنصرم. تلاها تسليم دفاتر تقييم مكتسبات مرحلة التعليم الابتدائي للتلاميذ والشهادات للناجحين منهم يوم 27 جوان، موازاة مع تسليم كشوف نقاط باقي مراحل الطور الابتدائي لتكون آخر محطة بيداغوجية للموسم الدراسي 2023-2024. وأنا على تمام الثقة بأنكم لن تدخروا جهدا لإتمام ما تبقى من عمليات نهاية السنة على غرار عملية إدخال النتائج المدرسية في النظام المعلوماتي للوزارة ونتائج الامتحانات المدرسية الوطنية بعد صدورها لتحليلها ومعالجتها. عقد مجالس القبول والتوجيه إلى الطور ما بعد الإلزامي ومجالس القبول والتوجيه في التعليم الثانوي العام والتكنولوجي، اتخاذ كافة التدابير والترتيبات التنظيمية الكفيلة بإنجاح الامتحانات المهنية
المقررة اليوم 13 جويلية المقبل إن هذه الندوة الوطنية التي ستقوم وستدوم 3 أيام والتي أضحت تقليدا سنويا ستتوج بمخرجات إجرائية عملياتية مدونة وملزمة للجميع، تدون في وثيقة مرجعية يتحصل كل واحد منكم على نسخة منها، تشكل خارطة طريق لتفعيل الأداء وتجويده، تطبق بالصرامة اللازمة، وتتكفل مصالح الوزارة، مصالح الإدارة المركزية للوزارة بالمرافقة والتوجيه والمتابعة الدقيقة والتقييم المرحلي بما يضمن أفضل سبل النجاح في تحقيق الأهداف المسطرة. وأقول المطلوب في هذا اللقاء هو النظر في كل ملفات وتفاصيلها ولاية بولاية لإنهاء ما تبقى من عمليات إجرائية للوقوف على جاهزية مديريات التربية قبل الدخول المدرسي المقبل، خاصة أنه سيشهد الكثير من المستجدات والتحسينات لا سيما في الشق البيتاغوجي، والتي تدخل في إطار استكمال برنامج رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون في قطاع التربية الذي حظي برعاية كريمة واهتمام كبير ومتابعة دقيقة من طرف السيد الرئيس. أذكر منها على سبيل الذكر ولا الحصر تجهيز 1700 مدرسة ابتدائية جديدة باللوحات الرقمية، إعادة هيكلة مواد ومواقيت الطور الأول من التعليم الابتدائي من خلال تقليص من عدد المواد المدرسة في الطور الأول من التعليم الابتدائي، مع تأجيل تدريس بعض المواد إلى الطور الثاني والثالث من التعليم الابتدائي، تدعيم الأنشطة الرياضياتية والرياضية والفنية من خلال تنصيب الهيكلة الجديدة لمواد الطور الأول للتعليم الابتدائي، حيث سينتقل الحجم الساعي الأسبوعي الممنوح للأنشطة في هذا الطور من 7% إلى قرابة 20%، مضاعفة الحجم الساعي الأسبوعي لنشاط التربية البدنية والرياضية، مضاعفة الحجم الساعي الأسبوعي للأنشطة الفنية، تدعيم نشاط الرياضيات بألعاب رياضيتية، مضاعفة تعداد التلاميذ الملتحقين بأقسام التربية التحضيرية ليقارب 100%، والتأسيس لنظام متابعته، استكمال تنصيب اللغة الإنجليزية في التعليم الابتدائي بإدراجها في السنة الخامسة من التعليم الابتدائي، الانتقال بتنظيم امتحان تقييم المكتسبات على مستوى الأطوار الثلاثة المنظمة للتعليم الابتدائي بعد أن أثبتت المقاربة الجديدة لهذا الامتحان جدواها من خلال تسجيل تحسن ملحوظ في نتائج السنة الأولى متوسط بفضل المعالجة البيداغوجية التي استفاد منها تلاميذ السنة الأولى متوسط، والتي سمحت بمعالجة النقائص التي شخصها امتحان تقييم المكتسبات الدراسية لنهاية مرحلة التعليم الابتدائي الذي اجتازه هؤلاء التلاميذ خلال السنة الدراسية الماضية. وهناك مستجدات وتحسينات كثيرة أخرى ستميز الموسم الدراسي المقبل، نذكر منها كذلك على سبيل الذكر ولا الحصر إطلاق مشروع المدرسة الدولية الجزائرية الافتراضية لأبناء الجالية الجزائرية بالخارج. لأول مرة في تاريخ التربية الوطنية سيتم إطلاق مدرسة افتراضية لتدريس أبناء الجالية الجزائرية بالخارج وفق البرنامج الرسمي لوزارة التربية الوطنية، وهذا عبر مختلف دول العالم تكريسا وتجسيدا وتنفيذا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية القاضية بضرورة الاعتناء بجالية الجزائرية بالمهجر وإعطائها نفس الحظوظ ونفس الحقوق التي يتمتع بها مواطنون داخل الوطن، وتمكينها من كل أدوات التمدرس كما هو الحال بالنسبة لأبناء الوطن بداخل الوطن. الاعتماد الكلي على الرقمنة في تسيير بعد استكمال مسار الرقمنة بنسبة 100% مع نهاية هذا الموسم الدراسي، لتصبح كل العمليات مرقمنة في الموسم الدراسي المقبل بحول الله. تبني دفتر الشروط الجديد لاعتماد مؤسسات التربية والتعليم الخاصة هي بعض المستجدات التي سيشهدها القطاع في السنة الدراسية القادمة 2024-2025، وهناك المزيد من الإنجازات والتحسينات سنطلعكم عليها في أوانها، مع العلم أن وزارة التربية الوطنية قد برمجت دورات تكوينية حول كل المستجدات التي ستشهدها المنظومة التربوية. إن الحديث عن الدخول المدرسي يعني بالضرورة الحديث عن المستخدمين لا سيما موظفو سلك التعليم
خاصة من حيث التوظيف وعمليات التكوين، حيث أن القطاع يشهد ثورة تحسينات غير مسبوقة. الحديث عن الدخول المدرسي يعني أيضا الوقوف على عملية التسجيل في أقسام التربية التحضيرية والسنة الأولى ابتدائي، إلى جانب التسجيل الاستثنائي وتوجيه التلاميذ وتوزيع الكتاب المدرسي ومختلف عمليات دعم التمدرس، مع الوقوف على مدى تقدم إنجاز الهياكل المدرسية المتوقع استلامها للدخول المدرسة، ونقصد بذلك الهياكل القاعدية وهياكل دعم المطاعم وأنصاف الداخليات والداخليات، دون أن ننسى توفير الفضاءات التي تحتضن ممارسة الرياضة المدرسية في الابتدائي وضبط عمليات شغل السكنات الوظيفية. كل هذه الجوانب وأخرى ستكون موضوعا للتدقيق والضبط على مستوى الورشات الخمس التي ستعقد بعد هذه الجلسة العلنية، لتنتهي الأشغال بمخطط عمليات يضم كل عمليات المبرمجة للدخول المدرسي 24-25 مرفقة برزنامة محددة التفاصيل ومحدودة الأجال. إن الدخول المدرسي المقبل 24-25 سيكون متميزا على أكثر من صعيد، لذلك أدعو الجميع للتجند التام من أجل إتمام كل العمليات في أجالها. أيتها السيدات أيها السادة، من المعلوم أن الدخول المدرسي يكتسي أهمية بالغة في حياة المجتمع الجزائري، إذ يعتبر أهم حدث في الدخول الاجتماعي، لما له من صلة وثيقة بأغلب الأسر الجزائرية، إن لم نقل بكل الأسر على الإطلاق. ومن هذا المنظور نحن مطالبون بإنجاح هذا الحدث الهام بتجنيد كل طاقتنا حتى نوفر له كل أسباب النجاح في مختلف النواحي، المناحي التربوية والتنظيمية والمادية، خاصة أن الدولة الجزائرية لطالما جعلت من تربية أبنائها أولوية وطنية. وعليه أطلب من الجميع السهر على الاحترام الصارم للتعليمات والتنفيذ السليم والمنضبط للنصوص التنظيمية ومختلف المناشير التي تسير السنة الدراسية، وإننا سنقوم بوضع آليات لمتابعة سير مجمل العمليات في الميدان من خلال الاستغلال الأمثل للنظام المعلوماتي لقطاع التربية الوطنية. ومن هنا فصاعدا سنعتمد كلية على تكنولوجيات الإعلام والاتصال في تسيير وتتبع مدى تنفيذ العمليات المدرجة في برنامجنا القطاعي ميدانيا وفعليا. وفي الأخير، وإذ أجدد شكري وامتناني لكم جميعا ومن خلالكم لكل منتسبي قطاع التربية الوطنية المجندون لخدمة أبنائنا التلاميذ، أتمنى النجاح لأشغال هذه الندوة، خاصة على مستوى الورشات التي يعول عليها الكثير بالنظر لحجم وثقل الملفات التي تنتظرنا. وأقول في نهاية مداخلتي، ونحن على بعد أيام قلائل من عيدي الاستقلال والشباب، اسمحوا لي أن أنحني وإياكم أمام الأرواح الطاهرة لقرابة 6 ملايين شهيد وشهيدة، مصدر فخرنا وعزتنا وشموخنا وسمعتنا بين الدول والأمم. ألا فانعموا أيها الشهداء في جنات النعيم، ولقد تركت من بعدكم جيلا لا ينحني إلا لرب العرش العظيم. إننا كخير خلف بخير سلف نحمل في صدورنا وفي عقولنا وفي دماء تسري في أجسادنا تضحياتكم الجسام ورباطة جأشكم، وهي وقود لعزائمنا وقوة دفع لأعمالنا. الوفاء لتضحياتكم أمانة في أعناقنا، وبطولاتكم أوسمة في صدورنا، وبلوغ مقاصدكم دينا في ذممنا. تحيا الجزائر، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى. بالجلوس في مقاعدهم حتى السماح لسيد معالي الوزير.